هشام الشادلي. الشادلي هشام المجري ابو معظم سماء الداوس. علي الحراق. 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 نور الدين الحمروني. خميس المثلوثي. لحبيب العياشي. خميس المثلوثي. حبيب العياشي. احمد. ليش احمد الشيحي. هذا ما دام سمع الدعوة. اي مجدي الشايب. نبيل الجبالي. نبيل الجبالي. محمد مراد. مراد. هاي وسام مديوني. لحبيب الحمروني. صلاح الدين الباشي. محمد الزيتوني شرف الدين. محمد الزيتوني شرف الدين. محمد العيد البغديري. لطفي الفتناسي. محمد العربي الكريمي. الكريمي. عدم سمع الدعوة. كل عدم سمع الدعوة. الشادلي الساحلي. رشيد بن عبيد. علي بن منصور. واحمد فريعة. هذا كل عدم سمع الدعوة. علار. فريعة. زين العابدين بن علي مدى حياتهم على الإذن بالنفاذ العاجل. رفيق الحاج قاسم 15 سنة. جلال بودريقة 10 سنين. لطفي الزواوي 10 سنين. عادل التويري 10 سنين. علي الصرياتي 20 سنة. محمد علي. محمد لمين العابد. محمد لمين العابد 10 سنين. قيس بوراوي عام. ناصر بن عامر 5 سنين. قداش بقى قيس بوراوي سمعت؟ 5 سنين. اللي بعده شكون؟ ناصر بن عامر 5 سنين. عبد الباسط مبروك 12 سنة. لا اسمع حكمي عاي 20 سنة الطحن. ناصر العجمي 20 سنة. حكمي عاي الطحن 20 سنة. هنا البهم أبو حكم. هنا البهم أبو حكم. عادل حمدي عام. هنا البهم أبو حكم. مراد الرياحي 5 سنين. هنا البهم أبو حكم. منجي الزواري 5 سنين. صالح تاج 5 سنين. الحبيب الطرابلسي 5 سنين. عبد الحميد الغربي 5 سنين. عبد الحميد الغربي. طارق الرويسي 5 سنين. لطفي الخميري 5 سنين. مهزلي. هذا مشارك ايضا. هاي عبد الكريم بن اسماعيل 15 سنة. ملك عنيس. غازي ثابت 5 سنين. هذوما اللي عندي راهو سو ريزيرف دو فيريفيكاسيون تنجم تكون وقعت فيهم غلطة. غازي ثابت قداش؟ 5 سنين. شكونوا؟ عادل حمدي عام. وشنو رايك استاذ الصفراوي في الاحكام هذه؟ الاحكام نتاع مسيسة شنو؟ بالنسبة لي انا احنا الوضعية نتاعنا احنا في الملفات هذوما الطلبات نتاعنا ديما كانت معرفة شكون قتل معناها الشهداء وشكون جرح الآخرين، وطلبنا من المحكمة الاستجابة إلى الأحكام التحضيرية فيما يخص الدفاتر الذخيرة وفيما يخص التسجيلات الهاتفية وفيما يخص سماع ممثلي النيابة العمومية وزير العدل في معناها سبب التأخير في فتح الأبحاث اللي مكن في الأثناء معناها بمرور الوقت
المعنيين بالأمر باش يتمسوا ويعدموا وسائل الإثبات. مع الأسف المحكمة ما استجابتش، ما عندناش توا الحيثيات نتاع الحكم باش نشوفوا مدى معناها مطابقة وملائمة الأحكام الصادرة هذه، سواء بعدم سماع الدعوة ولا بالإدانة، مدى مطابقتها معناها للواقع، وخاصة ركن الإسناد وقتي معناها نحصلوا على نسخة من الحكم نشوفوا معناها نعلقوا طاقل تعليق موضوعي. ما معناها ديما اللي نقعدوا نفس الشيء نفس الاتجاه سمع. السؤال اللي يتسألوا فيه أهالي الشهداء شكون اللي اقتلهم، ما أظنش كان الحكم هذا أجاب عليه. تنشوفوا ممكن في الحيثيات حفظ الحق فيما يخص الناس اللي موقعش في حالتهم، تنشوفوا الحيثيات. بالنسبة للشهداء الكرام يعني فما شكون مدانين تو ولا تحكم عليهم في الأحكام هذه؟ ما نعرفش، ثم اللي يحكم بعدم سماع الدعوة، ثم يمكن اللي في بعض الأشخاص اللي ما يمكن مش منهمش البحث، يمكن للمحكمة معناها باش تحفظ معناها وإلا معناها تخلي إمكانية التتبع معناها ضدهم واردة. شوفوا كما قلت لك بعد ما نطلعوا على حيثية الحكم واحد ينجم يعطي معناها رأي موضوعي، مدى معناها مطابق الحكم هذايا للجرائم المرتكبة. أما نرجع ديما معناها للخلل الأصلي، وأنه احنا التسرع اللي وقع به إصدار الحكم وهالإرادة في غلق الملف في أقرب وقت ممكن ما تستجيبش لمتطلبات الثورة، خاصة لمتطلبات أهالي الشهداء اللي هما طالبين بحاجة بسيطة هي معرفة الحقيقة. فيما يخص الأمور المادية قالوا رانا مناش مزروبين ومستنين، ما هيش هذيك مع الأسف. معناها أنا كنت قبل معناها ننقد فقط كان في الإرادة السياسية اللي معناها من الحكومات السابقة لانتخاب المجلس التأسيسي ما عملتش مجهود معناها في وسعي للوصول إلى الحقيقة. مع الأسف كذلك غياب الإرادة تواصل بعد الانتخابات، وكنا ننتظر أنه القضاء العسكري حرضت الثورة ومعناها باش يلقى مخرج وباش معناها يستجيب للطلب الأساسي اللي هو في عملية الحق القتل. معناها أبسط ما يمكن أن يطالب به صاحب الحق هو معرفة شكون اللي قتل ولا شكون اللي جرح، باش نقعدوا كما في الحكم متاع الكاف. معناها مع الأسف وأنه القضية رجعت إلى مجرد قضية تعويض وإسكات بالمال، وهذا معناها شيء معيب. هل ترى يمكن تدارك هذا في الاستئناف؟ شوفوا أنا في تواصل غياب الإرادة السياسية معناها نعتقد أنه باش نقعدوا ندوروا في حلقة مفرغة، وأنه مناش باش نوصلوا للحقيقة، وأهالي الشهداء باش يقعدوا ديما عطاشهم وماش باش يعرفوا شكون قتل صغارهم. وعلى ضوء حكم الوردانيين وحكم تالا والقاسرين وتجروين والقروان وحكم طوى حكم تونس الكبرى أستاذ، ألم يحن الوقت لمقاطعة القضاء العسكري وطلب تحقيق وتفعيل المجمع القضائي المتخصص اللي قدمت مجموعة 25 مقترح ليه؟ ألم يحل الوقت مقاطعة القضاء العسكري؟ قطع نظر على شكون ما هي مجموعة 25 قدمته من اللي كانت حكومة السيد الباجي قايد السبسي، ومعناها ذي المقترح اللي قدمناه شافوه أهل الاختصاص واعتبروا أنه معناها مقترح جدي. لكن مع الأسف ما ثماش، نرجع ديما للإرادة السياسية، ما ثماش إرادة في المحاسبة، بل ورجعت قضية متاع التسوية وقضية متاع مؤسف، لأنه كنا نعتقد أنه بعد الثورة معناها باش نمشي نحو دولة القانون ودولة المؤسسات، ونمشي خاصة نحو إقامة العدل. مع الأسف معناها هذا ما شفناش في الأحكام متاع الكاف ولا في الأحكام حقي بدايه اللي مخطوب ولا حقي مخطوب في الاستئناف نقولوا 20 سنه اراده سياسيه. اذا ما ثمش اراده سياسيه باش تقعد النضالات، وخاصه الناس تعبت في النضالات نتاعها، وهك تشوف حتى اهالي الشهداء هم بيدهم وقع استنزاف القوى نتاعهم والتحركات نتاعهم ما عادش معناها تعمل تعب كما قبل. كما قلت انا في مناسبه اخيره معناها اللي وقع في قامت معرض لاهالي الشهداء ولجرحى الثوره للكعبه ربنا يحميها.
أستاذة ليلى حداد مرحبا بك. تو صدر الحكم في قضية شهداء تونس الكبرى. ساعة قبل ما نحكيه على الحكم في حد ذاته، موضوع إعلام الأهالي، إعلام العائلات وإعلام المحامين، هل صار إعلام انتقائي أو صار إعلام وفق القانون؟ يعني والله هو هنا ثغرة كبيرة الحق. ما نعرفش الترتيبات اللي قامت بهم المحكمة العسكرية في استدعاء عائلات الشهداء والجرحى ولا عائلات المتهمين أو المحامين، سواء كان بالشقين، معناها كان في نوع من التسرع أو نوع من العجلة، أو على اعتبار أني أنا شخصيا هتفت المحكمة العسكرية وقالوا ما زالوا في المفاوضة وما راعني، معناها في 11 و 19 دقيقة اليوم معناها يطلبوني ويقولوا لي راو مع منتصف النهار معناها باش يتم الإعلان صدور الحكم. هذا معناه أنا نقول معناه العائلات اللي بعيدة واللي تحب تسمع حكم اللي ضرب معناه بقات أكثر من سنة وهي تنتظر وتجي للمحكمة وتواكب معناه جميع فعاليات الأحكام والجلسات اللي تمت قبل، نقول أنا علاش معناه لصدور الحكم واللي كانت فيه لهفة كبيرة ورغبة كبيرة من عائلات الشهداء أنهم ينتظروه ويسمعوه، ما رعنا أنه هو يتم بهذه السرعة وبهذه الطريقة. معناه يمكن أنا را الجانب الأمني نظروا في جانب الأمني، لكن احنا نعرفوا ان الجانب الأمني ما يعطيش حقهم باش ما تكونش الأحكام علنية بشكل معناه صحيح وشفاف، معناه حتى نقول بقى ناحية الانتقائية انا ما منجمش ان لاني ما نعرفش شكون كلمه، لكن حضور العائلات المحامي الدفاع اقل بكثير من محامي المتهمين، معناه يمكن يكون خاطر يهمهم اكثر، لكن لا احنا نقول لك احنا ان يهمنا اكثر من الناس الكل. هذه معناها في خصوص معناها طريقه الاعلام معناها كانت مقصره في حق عائلات الشهداء اللي ما حضروش اليوم، واللي اكيد انهم عندهم لهفه كبيره في سماع الحكم واللي هو حكم مطول، واحنا خذينا كان رؤوس اقلام فيه ويبقى الغدوه ان شاء الله باش نجموا نهزوا نسخه قانونيه من الحكم ونعطوهم ونفوهم معناها بالاحكام بالتدقيق. استاذه توا اشو معناها مازال يصدر الحكم النهائي في قضيه تونس الكبرى، شنو رايك بالاخص بالنسبه لقضيه شهداء، بالنسبه لموضوع شهداء الكرم، شكون قتلهم؟ هذيك الثغره الكبيره في الملف في دائرة الاتهام ما كانتش الأبحاث مستوفيات، وإحنا عندينا وكررنا في جلسات على أساس أن تتم فما جلسات تحضيرية في أساس البحث مزيد البحث على الحقيقة، وما رأينا اليوم أن هو صدور الحكم في قرار دائرة في صدور الحكم على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية اليوم بتونس يكون في ثغرة كبيرة ونقطة استفهام شكون قتل شهداء وجرحى نعم شهداء وجرحى الكرم. الحقيقة بقى أن القرار دائرة الاتهام فيش ما يخلي رئيس الدائرة أنه هو يصدر حكم ضد بغديري على أساس أنهم اللي قتلوا هم الأكيد أنهم هما معناها أكثر من بغديري، معناها لأنهم سبعة شهداء نحن نعرفوا أنهم في الكرم وبالتالي ما فماش حتى قاتل فيهم. هذه نقطة استفهام كبيرة ويزمنا احنا معنا كمحامي دفاع يزمنا رباط الجأش ونعود ونفتح التحقيق ونعود ونستمر من أول جديد. هذا هو الثغرة الكبيرة ان احنا عندنا 43 شهيد، وكين جون نشوفوا معناها نلاحظوا ان عدد القتلى المباشرين اقل بكثير وبكثير اللي ادانا من الملف هذايا من عدد شهداء. يبقى نقطه استفهام شكون قتل اولادنا واللي هو احنا مصرين على البحث عليه والبحث على الحقيقه ان شاء الله. استاذه سؤال اخير على ضوء حكم الوردانيين وعلى ضوء حكم تالا والقصرين وتجرين والقروان وطوى اليوم على ضوء حكم تونس الكبرى، الم يحن الوقت لمقاطعه القضاء العسكري ولطلب تفتح تحقيق والكونكريتيزاسيون تاع الهيكل القضائي المستقل المنشود والمتخصص في قضايا من النوع هذا؟ شوف وقعت العديد والعديد للأمانة خليني نقول لك العديد من الكونفرنس وانا حضرت فيهم في إطار البديل للمحكمة العسكرية، ولكن لازمنا نعرف انه لا المجتمع المدني ولا جمعية القضاة ولا نقابة القضاء ولا فعاليات عندها إرادة حقيقية في هذا الملف. بقى أني أنا نفك الملف من المحكمة العسكرية أنا السلطة اللي باش نعطيها لها، تقول لي محكمة مختصة إذا كانت رؤوس
والكفاءات نتاع تونس اليوم في الميدان القضائي منسحبة ومستقلة، وكتشوف الفراغ فاني انا نقول لك اذا نحيت من المحكمة العسكرية شكون باش نعطيه؟ فهمتني ولا؟ معناها سهل جدا اني نقول نحي الملف من المحكمة العسكرية، ولكن هل هناك كفاءات وإرادة حقيقية لأخذ الملف هذايا ومعرفة القتلة ومعرفة الحقيقة لشهدائنا في تونس؟ إلى حد اليوم هذا ولحد الساعة هذية كثير من كثير من قاعات النزل تحدثت على الموضوع هذايا، ولكن للأسف تخرج وبدون بأيدي فارغة. ولهذا نقول لك أنا ما نجمش نعطيك بديل، وما فماش بديل حقيقي وصادق من كفاءاتنا، من مجتمعنا المدني، مرابطة حقوق الإنسان، من العديد والعديد من المنظمات اللي تنادي وتتشدق بحقوق الإنسان، وعزة اليوم على ملف شهدانا. وتشوف أنت كيفاش مراحل الجلسات وعينتها معنا كيفاش كانت، معناها غياب كلي لمعظم محامين اللي كانوا قبل 14 جانفي يقدموا في علامات بالنيابة وينوبوا في الحقوق في المناضلين قبل. اليوم وينهم شهدانا؟ مش من حقهم انهم اليوم تقفوا راهم ترسانة من المحامين، لانهم هم يسجلوا تاريخ تونس، واذا فما استحقاقات في تونس اليوم راهو بفضل دماء شهدانا هذما، وبفضل جرحانا وبتر اعضائهم اللي اليوم حتى قطرت تتمز عليهم في المداوات. ولهذا انا اقول لك معناها يبقى نقطة استفهام اذا نحينا من المحكمة العسكرية لوين هزوه هذايا، راهو قبل ما نعطي السؤال هذا لازم نلقوا الحل والجواب.